السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتي سوالع كرات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد وشقة مميزة، تشطيب مميز جدا تصلح للسكن الدائم طول العام بجوار الخدمات العامة والأسواق التجارية داخل قرية أكتوبر شاطئ النخيل. العرض بتاعنا مميز وسعر لقطة، شوفناه بعض واجهة العمارة، وعندي هنا ده المدخل بوابة حديد زيادة أمان، موجود حارس خاص للعقار، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض العرض. عندي هنا دي الشقة اللي فيها العرض، عليها باب حديد، ودي شقة الجار، ودي شقة الجار التانية. العرض بتاعنا في الطابق الرابع، سلم مريح جدا في الطلوع. نبدأ مع بعض العرض. بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب البيع والمشتري. أول حاجة بتقابلنا هنا مطبخ إيطالي، ده المطبخ من الداخل. دي روت ريسبشن من المطبخ، متشطب كويس جدا، تشطيب ممتاز، جبسون بورد بألوان هادية وجميلة جدا. ده المطبخ عندنا كبير ما شاء الله. ريسبشن ممتاز. عندي هنا البلكونة، بلكونة كبيرة مميزة. نبص مع بعض على رؤية الشارع، موقع مميز بجوار الأسواق التجارية وشارع 10 والخدمات العامة داخل قرية أكتوبر شاطئ النخيل. ده ريسبشن من زاوية تانية، ورؤية المطبخ من الخارج. عندي هنا طرق التوزيع بتدخلني على غرفة النوم والحمام، موجود عندي قصادنا مباشرة الحمام. وعندي هنا غرفة النوم، غرفة كبيرة ما شاء الله. متشطبة كويس جدا، تشطيب هادي، تشطيب جبسون بورد بألوان هادية وراقية وجميلة جدا. الغرفة دي بتطل على الشارع، دي الإطلالة بتاعتها. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم، عرضنا النهاردة من قناة سوق العقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة في الطابق الرابع علوي، رابع طابق بعد الأرضي. العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود حارس خاص للعقار. العمارة بدون أسانسير، والسلم مريح جدا جدا في الطلوع. المساحة الإجمالية للشقة 70 متر، عبارة عن غرفة نوم وريسبشن كبير ومطبخ إيطالي وطرق توزيع الغرف وحمام وبلكونة كبيرة. السعر 160,000 جنيه كاش، قابل للتفاوض البسيط. السعر بالدولار 10,000 دولار.
ومن داخل المكان كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة صولع قرات في اسكندرية شاطئ النخيل. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، تشتركوا معنا كمان في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد في عقارات اسكندرية شاطئ النخيل. ما شاء الله العرض كويس ومميز جدا جدا، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صولع قرات في اسكندرية شاطئ النخيل. كان مع حضرتكم أحمد بهجت صاحب قناة صولع عقارات وصاحب الشقة، وربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب البيع من الملك مباشرة بدون وسيط. أشوفكم إن شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة صولع عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.